السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد باللقاء مجددا بكم. كما العادة المألوفة أشكر الجميع، الزملاء والأصدقاء ثم المشاركين الحاليين والمشاركين المحتملين الجدد، ونستمر في عروضنا فيما يتعلق ولوج الأسلحة في الوظيفة العمومية وخاصة الآفاق من بعد البكالوريا أو من بعد الحصول على شهادات جامعية. احنا خلينا على العاتق ديالنا أن نشوفوا المدرسة العسكرية وماذا تنتج هذا أسبوعين وحنا هذا. فذكرنا من بين المدرسة الملكية البحرية، ذكرنا المدرسة الملكية الجوية، ذكرنا المدرسة الملكية للخدمات الصحية العسكرية، ثم المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية، وكذلك الولوج يسير تلاميذ الضباط الأكاديمية الملكية العسكرية، وشفنا المدرسة الملكية للخيالة اللي غنذكروها اليوم هي اللي غنديرو. من بعد ما شفنا المدرسة الملكية ديال سلك تلاميذ ضباط الصف في اختصاص ديالهم المدفعية، ثم اختصاص ديال المدرعات، ثم اختصاص ديال المشاة، واليوم غنشوفو اختصاص ديال الخيالة. إذا ولوج سلك تلاميذ ضباط الصف اختصاص اليوم الخيالة. عنوان أن ولوج سلك تلاميذ ضباط الصف اختصاص ديال الخيالة. وكتوجد المدرسة الملكية للخيالة بمدينة تمارا، وهي مؤسسة لتكوين تابعة للقوات المسلحة الملكية، وتعنى بالتكوين الأولي والمستمر لفائدة الضباط وضباط الصف التابعين للخيالة، وكيستافد من التكوين كذلك ضباط وضباط الصف المنتمون للبلدان الشقيقة في إطار التعاون العسكري المشترك، وكيتمد وتمتد هاد المدة ديال التكوين ديال التلاميذ ضباط الصف لسنتين في مختلف التخصصات اللي ذكرناهم، بينهم هو التخصص ديال الخيالة. وكيتخرجوا التلاميذ ضباط الصف بعد إنهاء التدريب برتبة عقيد. لكن لما ذكرناش هو أن من بين الاختصاصات ديال الخيالة هاد ضباط الصف ديال الخيالة كاين فيهم كيتخرجوا ثلاثة أصناف، يا إما بحال كيما شفنا في المدفعية شفنا أرض وشفنا أرض جو وشفنا المراقبة بالرادار. بالنسبة للخيالة كاينين ثلاثة اختصاصات: الخيالة والحدادة ثم طبيب البيطرة. إذا في الدرس ديال اليوم أو في العرض ديال اليوم فيما يتعلق بولوج سلك تلاميذ ضباط الصف الخيالة، عندنا ثلاثة: الخيالة والحدادة ثم طب البيطرة. وقلنا بأنه كيتخرجوا تلاميذ ضباط الصف بعد انتهاء التدريب برتبة رقيب. أما فيما يتعلق بالشروط لولوج سلك تلاميذ ضباط الصف الخيالة كباقي التخصصات الأخرى، هو أن يكون ذو جنسية مغربية بطبيعة الحال، وأن لا يقل سنه على 21 سنة، ولا يتجاوز 30 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المباراة، وأن يتوفر على قامة 1.70 على الأقل بالنسبة للذكور، و 1.67 بالنسبة للإناث. كذلك أن يتوفر على دبلوم دراسة الجامعية العامة أو دبلوم دراسة الجامعية المهنية أو ما يعادلها طبقا للمقتضيات التنظيمية الجانبية للأعمال، أو أيضا أن يتوفر أو حاصلا على شهادة تقني العالي المسلمة بإحدى التعاونيات التأهيلية ومؤسسة التكوين المؤهلة لتحضير شهادة التقني العالي، أو حاصل على دبلوم تقني التخصص المسلم من إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة
طبقا للمرسوم 286325 الصادر في 3 يناير 1987 بسن نظام عام لأسس التكوين المهني كما وقع تغييره وتتميمه. نعم، هذه هي واحد مجموعة ديال الشروط التي يجب توافرها في المترشح أو المترشحة لاجتياز المباراة أو سلك التلاميذ ديال ضباط الصف تخصص الخيانة. وللإشارة يجب فيما يتعلق بالتسجيل، هناك تسجيل مسبق للترشيح بمعنى أنه يجب على المترشح أو المترشحة المستوفين لشروط هذه الشروط المحددة التسجيل في الموقع الإلكتروني recruitment.gov.ma في الأجال المحددة. ومن الضروري على المترشح التوفر على عنوان إلكتروني شغال، وكيتم من بعد الانتقاء ديال المرشحين المقبولين لاجتياز المباراة. إذن من بعد كيتم الاستدعاء ديالهم واتخاذ الإجراءات في الانخراط إلى المباراة. كنظن أن وصلنا لنهاية العرض. أشكر الجميع وأضرب لكم موعدا لاحقا إن شاء الله، وبقية أمسية ممتعة وبالتوفيق والنجاح.